الوطن يعني الطمأنينة، الوطن يعني العمل، الوطن يعني الإنتاج، الوطن يعني الشرف، الوطن تعني جزء من المبادئ، الوطن تعني به القيم. فالذي يمتلك وطن يمتلك تاريخ ويمتلك قيم ويمتلك سلوك يختلف عن سلوكات الآخرين الموجودين في بقية أجزاء الكرة الأرضية. الوطن هو الملجأ لكل إنسان يعتبر نفسه من الممكن أن يعيش في هذه البقعة من الأرض. كون الوطن الذي تمسك به الآن أناس لا يحملون صفة الوطن، لأن اللي يحمل صفة الوطن وينظر للخراب اللي صار لا يمكن أن يكون عنده وطن، ولهذا دليل كثير منهم لا يمتلكون وطن في داخلهم اسم العراق. نشأت في الوزيرية في بغداد في يعني محلة الوزيرية، وكنا احنا يعني حقيقة مجموعة كبيرة جدا من الأصدقاء والمعارف، ولا نزال إلى حد يومنا هذا نحن احنا والزملاء الأخوان اللي في منطقة الكسرة وفي منطقة شارع فلسطين وفي الأعظمية. بديت حقيقة أنا في مدرسة الإرشاد الابتدائية في الأعظمية، كان بيتنا بالأعظمية بعدين بعد الوزيرية في مدرسة الإرشاد، ما طولت فترة قصيرة وبعدين أيضا رجعنا إلى الوزيرية، وبالوزيرية كنت في مدرسة المأمونية وتخرجت من مدرسة المأمونية. وأيضا في مدرسة المأمونية كان عندنا مدرس يعني حقيقة الله يرحمه العام يلا توفى، وهذا الحديث يعني سنين عامات يعني احنا مرت علينا اكثر من 50 سنة. فالمدرس كان هناك يدرسنا اسمه الاستاذ عالي، جاب لنا كرة اليد في ذاك الوقت فلعبنا احنا كرة يد، ووالدي الله ينطي الصحة موجود كان عندنا كاميرا اللي يسموها كاميرا 8 مليم يصور بيها، وكان يصورني حتى في النشاطات الرياضية اللي تصير في مهرجانات السنوية اللي تصير بالمدرسة. ومثلنا الابتدائية كانت هذه، انتقلنا من الابتدائية إلى المتوسطة، وكانت هي مسيرة نعتبرها الكل تقريبا اللي في هذه المناطق ومناطق الأعظمية ومناطق الوزيرية اللي يخلصون من المأمونية أو المدارس القريبة يروحون إلى متوسطة الغربية. متوسطة الغربية متوسطة عريقة كبيرة، كان عندنا المدير رحمه الله يعني ما طول احنا ويانا كثير، بس كان هو مديرنا توفيق الوردي من المدراء الشديدين، وكان لحد الآن أتذكر مقولته رحمه الله: لماذا ندرس التاريخ؟ التاريخ ندرسه حتى نتعلم عادات وثقافات الشعوب ونحفظ ما يمر علينا خلال الزمن ونتعظ من دروسه. هذا كان عندنا في مادة التاريخ، والحقيقة يعني أيضا ويا درسونا كثيرين هم أعلام يعني درسنا في الجغرافيا أستاذ اسمه حسن راضي، طلع الأول في تدريس الجغرافيا في الوطن العربي، كان متمكن جدا. وعندنا الأستاذ محسن جاسم الموسوي كان يدرسنا إنجليزي، وعندنا كان صبري الهيتي اللي بعدين أيضا كمل دكتوراه، وعدنا بعدها تدرجنا بالإعداديات والتمثيل الرياضي ومعاها يعني كان مستمر في هذه الفترات، ودرجت معاها إلى حد ما وصلت الصف الرابع ثانوي. حقيقة رحت إلى الإعدادية المركزية للبنين، الإعدادية المركزية مباشرة بعد أن صرت بصف الرابع انسحبت منتخب تربية الرصافة، ومنتخب تربية الرصافة أيضا سحبوني إلى منتخب مدرسي، وبالمناسبة كنت ألعب كرة قدم وألعب كرة اليد. بعد أن كملت حقيقة الإعدادية وكان عندي يعني تطلع مهم جدا في أن
أكون في كلية التربية الرياضية. قدمت وكانت مغلقة، ولكن حقيقة ما أخفي كان والدي ويعني السبب المهم في قبولي في داخل الكلية، واستمريت على كلية التربية الرياضية ودرجت ووصلت إلى لاعب في منتخب العراق بكرة اليد، وخيرت في اتجاهين. أنا كان الله يذكره بألف خير الدكتور جمال صالح كان مدربنا في نادي الطلبة، وكنت أتمرن معاهم في كرة القدم، لأن أيضاً أنا انسحبت في وقتها في تربية الرصافة منتخب التربية الرصافة، وياها أيضاً أنا كنت ألعب في منتخب العراق كرة يد. فكان الدكتور سعد محسن، كان بعده حتى ما ماخذ الدكتوران أستاذ سعد محسن، قال لي واحدة من اثنين، لو تستمر بكرة القدم لو تجينا إلى كرة اليد وتستمر. فالاستمرارية بكرة اليد كان إلي يعني بها حظوة والحمد لله، ودرجنا بها وكنت في الصف الثالث حقيقة ناجح إلى الصف الرابع، ورحنا شاركنا في البطولة العربية التي أقيمت في الكويت وحرزنا بها المركز الثاني على الدول العربية اللي إحنا يعني فزنا بها، كان في وقتها على السعودية على الكويت فزنا مرة، بعدين بالنهاية لعبنا معاهم مع الكويت لكن خسرنا فرق 3 أهداف، وفزنا على الأردن وفزنا على أعتقد على المغرب أتذكر، وكانت هي مسيرة حافلة الحمد لله. والله يرحمهم الماتة، ومنهم الأخ كامل مهدي ورهيف منصور وحسن شاوي وإلى آخره، كثيرين هم أبطال اللعبة اللي بيضوا وجه اللعبة حقيقة. من كملت الكلية وطلعت إلى مجال يعني حقيقة لعبت في نادي الطلبة، واستمرينا ولعبنا في بطولات أوائل الأندية العربية اللي أقيمت في تونس، ولعبنا في أوائل الأندية العربية التي أقيمت في البحرين، واللي فيها يعني في هذه البطولة أتذكر إحنا بالبطولة وأخويا خابروني، أخويا الصواب كان هذا طيار وتصوب، ورجعنا بعدها. فإلى حد سنة 83 إحنا كنا ضمن الملاكات التدريسية، لأن إحنا أجلونا من الخدمة العسكرية اللي يتخرج، أجلونا حط يعني وضعونا مدرسين في القرى والأرياف حتى العملية التعليمية تستمر، إحنا وكل قطاع اللي تخرجوا من كليات التربية وليس التربية الرياضية. فإلى حد 83 رحنا للعسكرية، فبعدين أنا بالعسكرية قدمنا قبلها على يعني قبل أن ندخل العسكرية قدمنا على زمالة دراسية خارج العراق، وأني كوني لاعب منتخب العراق وكوني اسمه فحصلت على الزمالة الدراسية. طلعت إلى حقيقة إحنا طلعنا إلى بولندا. بولندا يعني بلد رائع جدا متقدم، وبالمناسبة يمكن قبل يومين إذا جنابك يمكن شفت أو ما شفت، بولندا حصلت على المركز الأول المركز الثاني بالعالم بالكرة الطائرة بطولة العالم هسه هاي الأخيرة، واللي جرت في مدينة كاتوفيتسا البولندية. فبولندا هي دولة متقدمة في هذا الجانب، ودرست في بداية الماجستير في أكاديمية التربية البدنية في وارشو، والأكاديمية يعني احنا نسميها فد أكاديمية فتشي، أقسامها رائعة جدا. فدرست بالماجستير قسم العلاج الطبيعي وطبقت تقريبا سنة في هذا القسم وتعلمت الكثير حقيقة. وين ما تروح في أي بلد في أي مكان هناك علم، تريد تنهل من العلم أخذ العلم حتى في الدول المتقدمة، تريد ما تنهل تمشيها كيفما هي تمشي ممكن أن تمشيها. Thank you.
الشعور الوطني على ما تربيت عليه، أين أنت؟ ويختلف الظرف لكل فرد عن الطرف الآخر. يعني هناك طرف يتحمل هذا الضغط، وأنا كتبت سنة 2009 عن الضغوطات حقيقة النفسية اللي يتعرض لها المواطن واللي أثرت علينا خصوصاً بعد أحداث اللي صارت بالعراق واللي عصفت فيه. وكتبت كان عندي، يعني إحنا عندنا في مجال علوم التربية البدنية وعلوم الرياضة عندنا مجالات للعمل الترويحي والعمل الفيزيائي البدني، من ضمن عملنا عن الاسترخاء ومن ضمن عملنا بعلاجات الرفلكسولوجي. فأخذت هاي الجانبين وتحدثت عنها، وهاي الجانبين لها جوانب مؤثرة جدا علينا. ليش؟ لأنه الآن أني الرياكشن مالي يختلف عن الرياكشن مالك ويختلف عن الرياكشن مال الآخرين. ليش رد الفعل مالتنا يختلف؟ كل واحد على ما تربى وعلى ما هو يتحمل من ضغط. ولهذا هناك ناس تنفر من هذا البلد لأنه ما وفر لها، وهناك ناس لا يمكنها أن تخرج لأنه ما متوفر لها لا لغة ولا تعليم ولا كل شيء ولا حتى مادة تقدر تخرج. ولهذا هذه الانقسامات اللي احنا نشوفها ما نريدها أن تكون عناصر مؤثرة لخروج أبناء الوطن. الوطن لا يعني الحكومة، الوطن يعني المواطن ويعني الأرض، والأرض خير معطاء، خير معطاء في كثير من المواقف. حقيقة مرت قبل 3 سنوات تقريبا كان عندي حديث مع زميلة من زميلاتنا، وهذه مثلبة على القوانين ومثلبة على النظام اللي دا نعمل به. كانت ماخذة إجازة 5 سنوات تقريبا، 5 سنوات براتب اسمي. وهاي طبعا بالمناسبة بعد ما تاخذ 5 سنوات براتب اسمي ترجع تحسب هذه إلها خدمة، وهذه ما معمول بها في أي دولة من دول العالم. فكان سؤالي إلها لأن هي زميلتنا وطلعت إلى بلجيكا حتى تأخذ جنسية. فأثناء الحديث معها حقيقة كان ضمن الكلام قلت لها الآن أصبحتي أنت تنتمين إلى الوطن البلجيكي. قالت لا أنا ما أنتمي، أنا عراقية أنا كذا. قلت لها نعم أنت تتمسكين بالعراقية، بس من رحتي هناك تردين تحصلين على الجنسية والجواز البلجيكي. ماذا عملت الحكومة البلجيكية وأنتم لا تعملون وأنتم غير ذوي فائدة لهم؟ بالنسبة لهم راحوا كعائلة مثلا، أنا أضربهم كمثل، يعني هم زملاء وأخوان لكن أضربهم مثل. فالحكومة البلجيكية قامت بإعطاهم مكان وبتخصيص مبالغ مالية لهم، والزوج انطوه مجال حتى يعمل وينطوه 200 يورو على أولاد 2 صغار، وعلى الكبار يطوه 560 يورو أتذكر. وبالإضافة لهاي اللي هم الحكومة البلجيكية تتوسل بيهم أنه يطوهم شقق لأولادهم الكبار اللي عمرين 18 سنة، وهم أصروا أنه تكون عندهم يعني في مجال واحد هو العائلة والأسرة. أنا أتحدث الآن حقيقة، الآن هل هو وطن بالنسبة لهم؟ نعم أصبح وطن. الحكومة من توفر هذا إلى المواطن، شو يريد المواطن أكثر؟ ويريد يكون مستقر ويريد يكون منتج. إذا استقر ضمن هالقوانين وعاش ضمن هالقوانين وراتبه مكفيه وبحيث يكون هو مرتاح، نعم يقدم. الآن نفس الحالة عندنا، تنظر للموظف للمواطن اللي خدم مثلا الدولة، يعني اللي عنده خدمة مثلا 35 سنة يطلع براتب 700-800 ألف 900 ألف، احسبها بالدولار
اللي هو بعدين رفعوا سعره واللي قللوا القيمة النقدية للشراء للمواطن، تحسبها لا هو أجار ولا هو مولدة ولا هو إنترنت ولا هو معيشة ولا هو تقدر توفر منه حتى. فبالنتيجة هذا الوطن أصبح غير ذي جدوى لمواطنه ولأهله. نحن في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة الآن هناك لدينا ثلاثة أقسام: القسم اللي هو قسم الألعاب الفرقية، وقسم الألعاب الفردية، وقسم العلوم النظرية. وأنا أعتبرها هذه الأقسام هي أقسام عقيمة، هي فقط توزيع للتدريسيين، لأن نفس الأقسام كلها تدرس نفس المواد. الآن من آني أريد أفتح في مثلا في كلية مثلا تدريبات الهندسة، مثلا الهندسة بها قسم الكهرباء، الكهرباء بها قسم الكهرباء نفسه بماجستير ودكتوراه يقدر يعطي بالكهرباء بالجانب الكهربائي. طبعا بالمناسبة هل الكهرباء نفصله عن الميكانيك؟ نقدر نفصل ونقدر ما نفصل، لأنه المشاريع مشتركة. الآن السيارة تقدر تمشي بلا كهرباء، الماطورات كلها تمشي بلا كهرباء، صار الجانب الكهربائي في ربط مع كل العلوم. الآن إحنا كتخصصات، هل إحنا مربوطين الآن من يتخرج عندنا شاب اللي مثلاً يتخرج علوم نظرية وين يروح؟ ولهذا في كل المفردات اللي إحنا نعمل بها أنا وأنت والآخرين، الكليات اللي نتخرج منها، أنت تخرجت يا كلية الإعلام، يا قسم سمعي مرئي. سمعي مرئي شنو بي دروس تختلف عن الأقسام الأخرى؟ متشابهة. شنو فرق الأعدان يسميه سمعي مرئي؟ سؤال، شنو فرقه؟ بس التوجه اللي أنا أتوجهه كاسم حتى يلقوا لي وظيفة، أم متطلبات العمل في السمعي مرئي؟ هو هذا السؤال الأساسي. يعني هدف القسم في تخريج هؤلاء الناس، هناك مرفق في مرفقات الدولة يحتاج هذا التخصص. إحنا إذا كلنا إعلام كل واحد يجيب الإعلام ويحطه. ولهذا نفس الكلام أنا أتحدث عن مجال عملنا في مجال التربية الرياضية، التربية البدنية وعلوم الرياضة، هل إحنا الآن نخرج بهذا الاتجاه؟ ولهذا عمدت أن أتحدث معاهم حتى في مجال طلبة الماجستير والدكتوراه، تحدثت قلت لهم أنتوا الآن لازم مثل ما إحنا درسنا، أنا درست في أكاديمية كان بها تخصصات عالية جدا، يعني قسم الريهابيليتيشن اللي هو يسموه بالبولندي مثلا ريهابيليتاتسيا. ريهابيليتاتسيا يعني إعادة تأهيل. إعادة تأهيل لمن؟ للرياضي أم للمواطن؟ المواطن نقدر نسوي له إعادة تأهيل، يعني لازم تكنيشن فيزيائي من عندنا يعرف هذا كله. طيب منو عندنا يتخرج من الكليات اللي يشابهنا واللي قريب من عندنا؟ كليات المعهد الطبي الفني يتخرجون جزء منه في مجال العلاج الطبيعي، وقسم منه آخرين يتخرجون من الكلية الطبية التقنية، صار عندهم مجالات هناك يعملون بيها. وإحنا عندنا مجال أيضا في مجال إعادة التأهيل، وإعادة التأهيل تجي بالدرجة الأساس للمصابين. إحنا عندنا في جانب التربية الرياضية والإصابات عندنا أنواع أشكال، نقدر نجيبها على المواطن؟ نعم نقدر نجيبها على المواطن. نقدر نخدم المواطن؟ نعم، لأن هو الجسم البشري هو واحد، صحيح. فلهذا جوانب عملنا، جانب فسيولوجي، قسم الفسيولوجي، تقدر تقول لي هل الفسيولوجي
مالك يختلف عن الآخر بنواحي كثيرة، أنت متشابه. لكن وين احنا نختلف بالفسيولوجي؟ راح نربط الفسيولوجي ويا الصفات البدنية، نربطها ويا كثير من الأمور، ويا نوع النشاط الرياضي. ولهذا الفسيولوجي راح يجي جنبا إلى جنب مع العلوم الأخرى. نقدر احنا نتخصص حالنا حال الطبيب؟ لا، الطبيب ياخذ عمق الحالة، احنا نختلف عنه. ولهذا ما حطاتنا في جانب علوم التربية الرياضية تصبح لها جوانب متعددة. فمن نريد نقول نخرج احنا أناس، لازم نخرجه نعرف وين يتخرج وين يروح. هذه الأقسام هي أقسام تخدم الدولة في هذا المرفق. ولهذا في طريقة عملنا احنا، أنا حقيقة قلت لك هذا كان بالماجستير مثلا تخصصي في العلاج الطبيعي، من اجيت على الدكتوراه لقيت موضوع أنا أعتبره شخصياً أعم وأشمل، موضوع التعلم الحركي. وسئلت من قبل زملائكم وسئلت حتى من قبل الكثيرين، ما هو التعلم؟ إحنا نسأل شنو هو التعلم؟ هو هذا السؤال الأول الفلسفي اللي كنا نبحث شنو هو؟ شنو تقول تعلمت؟ ما هو التعلم؟ التعلم أي معلومة مضافة إلى دماغك هي تعلم. المعلومة قد نكون المعلومة كافية في أن نسمعها، قد تكون المعلومة كافية في أن نرتئيها من النظر، والمعلومة قد تكون مربوطة بعدة اتجاهات لكنها معلومة. ولهذا التعلم قد يكون مقصود وقد يكون غير مقصود. كثير من المواقف الآن حالياً وأي مواطن من المواطنين، كثير من المواقف يتعلمها خصوصاً هسه. خصوصاً هسه ليش دا أقول خصوصاً هسه؟ لأن هسه أكثرهم شايلين الموبايلات الجديدة أو الهواتف النقالة. الهواتف النقالة هذه الآن جيل بعد جيل دا يجي يومياً، أنت حتى من صديق تتعلم، من التجربة والخطأ تتعلم، تعلم غير مقصود. أنا وطني من شماله إلى جنوبه أنا زائرة، وكل أعتقده كليته لا يمكن لأي دولة في العالم أن تمتلك مثل ما احنا نمتلك. بلادي وانجارت عليها عزيزتهم وأهلي وأنشحوا عليها كرامة، هذا بلدي وأبقى. هاي ذكرتني سنة 2007 أخذونا الأمريكان اعتقلونا، يعني اشتباه. فكنت أتحدث مع الأمريكي اللي كان يحقق معايا، تحدثنا مرتين حقيقة. بالمرة الأولى تحدثنا ساعة ونص، تحدثنا عن جوانب عديدة، وبالمرة الثانية تحدثنا لمدة ساعتين. فقال لي أنت يعني ليش أنت باقي هنا؟ تقدر هسه أنت تقدر تطلع تقدر. قلت له تجابك من أمريكا لهنا غير أنت تحب بلدك؟ قلت له أنا أيضا أحب بلدي. قلت له العراق كله يطلع وراء، العراق كله يطلع وراء.